الحقيقه كي صعب نتكلموا مور هاد المداخلات والاخوان الكاملين. انا سعيد جدا وسوف نضرب ان شاء الله موعد كما قلت لكم خلال الشهر ماي ان شاء الله، واحد يوم دراسي اللي غادي نستدعو فيه خبراء وطنيين من اساتذه جامعيين وكذلك من عضو المجلس الاعلى للتربيه والتكوين وكذلك من فاعلين مدنيين وخاصه جمعيه المجتمع المدني العامله في مجال الاعاقه. ان شاء الله غنتلاقاو مباشره مور العيد الصغير كنعتقد في هذا المكان الرائع، ونعاود نزيد نشرحوا هذا الملف ديال الاعاقه. ولكن الافق من هنا ذاك اليوم ان شاء الله انا بود باش نشكل واحد اللجنه ديال ان شاء الله اللي تكون على مستوى المديريه باش تدقق في هذه التوصيات، وان شاء الله غنبقى سبعه مع كافه المتدخلين على راسهم السيد العام للعماله مسار الخارجيه والجمعيات من طبيعه الحال وكافه الاطر الاداريه والتربويه هيئه التفتيش التوجيه التربوي على الاقل باش نصيغ واحد الارضيه ان شاء الله. من شهر موعده ان شاء الله شهر 5.